السلام عليكم، الله يمسيكم بالخير وتقبل طاعتكم، نسأل الله منه وكرمه ان يجعلنا واياكم جميع المقبولين في هذا الشهر المبارك، المعتقين من النار المقبولين باذنه يا رب العالمين. اللهم امين. احببنا في دمر، يعني نسأل الله ان ينفع فينا، يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم امين رب العالمين. الامر ما فيه يعني تفريط في الصلوات، التفريط في الصلوات يعني كثير من يقعد إلى الساعة 7-8 الصبح، يعني يضل سهران مواصل، خاصة اللي ما عنده ندوان يسوي الحركة هذه، ينام ويقعد متى قبال المغرب، يعني شوية الحين ذا المغرب وقام وغسل وصلى الصلوات كلها اللي طافتها وسوى بعدها وافطر وقعد. الصيام ترى ما هو يعني عن جوع وعطش بس، الصيام عبادة، تصوم لله عبادة رب العالمين، يوم انك تحرم نفسك من جميع الملذات لأجل رب العالمين. ترى ما حنا يعني نصوم حنا بس عشان أكل وشرب فقط، والصلوات والأمور اللي أهم حتى من الصيام، ترى الصلاة أهم من الصيام، وثاني أركان الإسلام، وتركها يعني يخرج الإنسان من الملة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول العهد الذي بينه وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. شوف يعني شلون حديث صحيح، مو كلام عبد الله مشلح يعني يسوي في الشكل، حديث صحيح. الصلاة يعني هي عمود الإسلام، العمود هذا إذا طاح هدم كل ما وراه، يعني صلى الله عليه وسلم من ذلك. الصلاة يعني لابد أنك تحافظ عليها أكثر من كل شيء. احنا قاعدين نحافظ على شغلنا وامورنا، على شغلنا وامورنا يعني اللي الامور الدنيا اللي يعني ربما ما تنفعنا، احنا نبي شيء ينفعنا في الدنيا والاخره. الاخره يعني ترى ورانا، وهي اللي يعني حياه الابديه التي يعني ليس بعدها فناء، اما الى جنه اما الى نار. نسال الله ان يجعلنا ووالدينا واياكم جلوس من اهل الجنه، يعني يجعلنا مقبولين. يا اخوان احرصوا على كلام يقوله، ترى الوضع عادي، لا تاخذون الامر يعني والله صعب انا اقوم من النوم وانا صايم وتعب علي، لا لا لا، بسهل رب العالمين ان صدقت. لازم يكون في جهاد، وجهاد النفس ركبها قودها للطاعه غصب، هم خليت تركبني ويركبني. احنا نقول الشيطان ترى يعني رب العالمين يقول ان الا عبادي ليس لك عليهم سلطان. الله يجعلنا يا رب واياكم جزء منهم يا رب، ليس لك على سلطان الا من اتبعك من الغاوين، الله لا يجعلنا من الغاوين. فاحرصوا يا اخوان، الصلاه عمود الاسلام، والمحافظه عليها امر واجب، ما هو امر عادي يعني. ويهني من يتقبل رمضان ايمانا يعني واحتسابا، يعني من تقبل رمضان واحتسابا غفر الله ما قدم من ذنبه. فالامر ما فيه، لا بد لنا نمشي بامام رب العالمين حتى نسلم ويجعلنا رب العالمين مقبولين. والله غني يعني عامين، يعني إن عبدت لنفسك ولما تغيب بمام رب العالمين هم من نفسك، ما تلوم من نفسك يعني صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام رب صائم حظه من صيام هالجوع والعطش، الله لا يجعلنا وياكم منه يعني. فالحذر، عسى الله يحفظهم وياكم جسم، والجهاد في هذا الأمر ضروري ضروري، يعني مو كلام، لابد أن يجد حالي أنا أوقت ساعتي، ما قعد أوقت الساعة أخلي أحد يعني يقعدني، لازم أقوم للصلاة طبعا. الأكل نقمز قمص، لا جاء وقت الفطور نقمز بس ندور الأكل، وأحط نفسي أني صايم وعادي. لا، الصيام عبادة، لا كانت في طاعة الله يعني تصبح عبادة، أما صايم بس على أكل وشرب وهذا وماني غايم بالحق الذي علي اللي يزودني بالطاعات يعني ويزودني بالحسنات، ويعني اللي يخرج من هذا الشهر هو مغفور له خسر رب الكعبة. رب العالمين يجعل لنا عبادات حتى نتزود بالطاعات، لان يعني نسال الله السلامه. والله يوم انه يلهمنا الشيء هذا ووفقنا، كم من انتقل رحمه الله يعني عسى الله يغفر له قبل رمضان. احنا فضل رب العالمين اليوم 7 يوم، نسال الله ان يعني بغي رمضان كامل نصومه، من يعني يصومه ايمان واحتسابا، لا هو للناس ولا هو لاجل الرياء ولا شيء. عسى الله يوفقنا واياك جل وسلم، يهدينا الطاعات ووفقنا لها، والسلام عليكم.